السلام عليكم، معكم مريد 5.0. هاي تكملة حق حلقتي السابقة، الحلقة السابقة مثل ما قلت لكم كنت أنا مشغول، فاضطر شيء عندي شيء بسرعة، فاضطرتني إني أحاول بسرعة، واليوم تكملة. حتى الخفاش زومبي بعد ايش خليته شيء. اوكي يلا تعال. اي نذر وين تعال يا حبيب ماما، خلنا نفجر وجهك بالشوز اللي عندي. تمسكني تحت من فوق ها؟ تعال. لا 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 يا أخي لا لا اوف كان يمسكني شي ما ينفع لازم يجي القاذف حياتي خضرة ليش لا اطلع خليش داخل معلش في اشياء قوية صايرة داخل يا الله خلني ده انت موت ازاي داي ديفل بيرد looks like you could use something to get up there مثل وشو ها صح الهوك يا هوك يا هوك الهوك 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 صح صح follow me okay لحظة شوي انا متأكد من شيء واحد ناخذ الهوك ونجي هني نضرب فوق الهوك نشبكه ونركب فوق بس تعال شلون نروح فوق احنا نزلنا تحت راح نقدر زين لا سي
سيابيل المتعة، هذه راح اسميهم سيابيل المتعة. اوكي ناخذ الهوك 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 الهوك، طبعا نسينا هناك عند القطار، مو نسينا خلينا هناك. اوكي I'll go check over there. اوكي خليك هني بابا، انا بروح هناك. طبعا ما اقدر اخليش هني، يلا jump down jump down we're going down 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 down. ناخذ الهوك ونرجع. اوكي سجل هناك، ليش؟ اي صح نسيت انا. اوكي شلون قصر من فوق وتحت في دار يوديك حق البلوعة الله يعزكم. شو التصميم الغبي؟ This way. Okay. اوكي لحظة، انا ليش هني؟ اوكي لازم اروح الجهة الثانية عند قاعة المحاضرات. يا سلام يس. روح يعني ما داعي احط شخصية هناك وقاعدين. ادخل الباب، ادخل الباب. اوكي
نجربها. شو قلت لكم؟ قلت لكم هوك. اوكي هاي الباب اللي بطل الباب اللي ورا. لا ما في اروح. كان معلو زين، ما رد على انيميشن تعبان. This security break appears to be supplied by the elevator. Lift? Yes. خلينا نخلي مرة هني وروح نسيب هناك. You are coward. ما ادري شي قلتها. عندي مكان. يس يس عندي مكان خلينا نسيب. اوكي كان معكم رايد 52 شباب، يعطيكم العافيه على المشاهدات، على مشاهدة الفيديو مالي حق تختيم لعبة ريزنت ايفل زيرو، واللي ما بقي لها شيء ان شاء الله بنخلصها وراح ابلش لكم ان شاء الله باذن الله اذا عندي وقت حق ريزنت ايفل 1 اذا فضيت ان شاء الله. المهم كان معكم رايد 52، لا تنسون الاشتراك بقناتي. السلام عليكم.